بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال جل وعلا بعد هذه الأقسام: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. الله أكبر. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وفي موضع آخر يقول رب العزة والجلال: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. بماذا تحصل تزكية النفوس أيها الإخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله؟ أولا وقبل كل شيء بتوحيد الله جل وعلا، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي والله الذي لا إله غيره، ما خلقنا إلا من أجله، أجل التوحيد، من أجل أن نوحد الله جل وعلا، من أجل أن نفرد الله بالعبادة، من أجل أن نخلص العبادة لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء. نعم، العبادة، التوحيد الذي ما خلقنا إلا من أجله، يقول رب العزة والجلال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون، أي يفردون العبادة لله جل وعلا. والعبادة اسم جامع، اسم شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له. التوحيد، التوحيد يا عباد الله،
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. يعني حقق التوحيد يعني خلص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله 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 بتحقيق التوحيد لتنالوا الفضل العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الله أكبر. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. التوحيد التوحيد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا نزكي أنفسنا بمتابعة سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رب العزة والجلال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول رب العزة والجلال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. نقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه تعالى بواسع رحمته في معنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه. محمد صلى الله عليه وسلم الذي صلى عليه ربنا جل وعلا وملائكته. أخي في الله، والله إنه شرف وفضل عظيم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من تزكية النفوس أن نتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. أيضا نزكي أنفسنا بإقامة الصلاة. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة التي هي وصية نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يلفظ آخر أنفاس الحياة وهو على فراش الموت يقول: الصلاة
وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر والمشرك، كما بين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يا الله رحمك رحمك. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ألا يكفيك فخرا وشرفا يا عبد الله ويا أمة الله أن هذه الصلوات كنهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. الله أكبر. الصلاة الصلاة هي الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه. إذا أردت أن تتصل بالله الحي القيوم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعاه فانهضر الصلاة، كما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يا عبد الله أد الفرائض تكون تتقرب إلى الله جل وعلا. يقول رب العزة والجلال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله أكبر. ثم إذا أردت محبة الله فأتبع ذلك بالنوافل. قال صلى الله قال ربنا جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الصلاة الصلاة، إذا أديت الفرائض فأتبعها بالنوافل تكن من أحباب الله جل وعلا. ألا يكفيك فخرا وشرفا أن الله جل وعلا إذا أحبك نادى في الملأ الأعلى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام. الله أكبر. وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه على السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. أخي في الله ويا أختي في الله، الله الله بأداء الفرائض في أوقاتها ومع جماعة المسلمين في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا أخي في الله، ألا يكفيك فخرا وشرفا أنك إذا خرجت من بيتك إلى بيت من بيوت الله لا ترفع خطوة إلا رفع لك بها درجة وحط بالأخرى عنك خطيئة. أخي في الله، الخطوة تخطوها إلى الصلاة تكتب لك صدقة، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكتب لك صدقة ومتى تجدها؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. والله تجد تلك الصدقات أكثر من الخطأ إلى الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة ككلما غدا أو راح. ثم يا أخي في الله، إذا دخلت المسجد، الله أكبر، إذا دخلت بيتا من بيوت الله جل وعلا، يروى في الأثر أن المساجد بيوت الله، من ألفها ألفه الله. ثم هنا هنيئا لك إذا تعلق قلبك بالمسجد. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الفضل العظيم يوم أن قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل
قلبه معلق بالمساجد. الله أكبر، ما يرتاح ولا يطمئن إلا في بيوت الله. الله لي وربي لما فيها من الطمأنينة والهدوء والراحة. بيوت الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جلست تنتظر الصلاة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك. اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ثم إذا قمت إلى الصلاة بين يدي الله جل وعلا، تذكر ماذا يحصل لك من الخير العظيم يا عبد الله. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة، واحرص احرص كل الحرص على الخشوع في الصلاة حتى تنال الفلاح من ربك جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن متى يأتي الخشوع؟ متى يأتي الخشوع يا عباد الله؟ إذا صلينا الصلاة المطلوبة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول رب العزة والجلال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. احذر احذر يا أخي في الله، احذر من نقص الصلاة، احذر من تخفيف الصلاة كما يفعله بعض الناس مع الأسف الشديد. والله إنك تحزن إذا رأيت بعض المسافرين مسكين يتحول من سيارته ويتوضأ ويأتي إلى المسجد، لكن بالله عليك انظر إلى بعضهم وهو يؤدي الصلاة. أمر محزن، والله أمر محزن يا إخواني في الله، لا يطمئن فيها، لا يطمئن في صلاة يا أخي في الله. الصلاة الصلاة، أنت في سفر، أنت في سفر يا أخي في الله، وتذكر أن المسافر له دعوة لا ترد. صل الصلاة المطلوبة بخشوع وطمأنينة وحضور قلب، وادع ربك يا أخي في الله، ادع الله ما دمت في هذا السفر. الله أكبر، ادع الله الذي قال وقوله الحق: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا إله إلا الله. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاس العظام رحما بعد الموت، اجعلنا يا الله ممن يقيم الصلاة. نعم، ثم نحرص على أداء النوافل أخي في الله. ثم تذكر أنك إذا صليت وجلست في مجلسك الذي صليت فيه، ماذا يحصل لك من الخير؟ الملائكة تصلي عليك. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو ينصرف. ثم تذكر يا عبد الله، إذا أديت النوافل منها ركعتي الضحى تزكي لك 360 مفصل، ثم الرواتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يا عبد الله، يا أمة الله، بيتا في الجنة، ما يبقى المسألة بلك ولا خرسانة ولا سراميك، لا، لا بناة ذهب ولا بناة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. الجنة يا عبد الله، من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. عبد الله احرص يا عبد الله ويا أمة الله على النوافل. نعم، الرواتب التي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها وحث أمته كما سمعت في الحديث يا أخي بالله. ثم صلاة الليل، صلاة الليل، ونحن إن شاء الله نستقبل شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا يا الله على الصيام والقيام والتضرع بين
يديك وعلى قراءة القرآن. نعم يا أخي في الله، صلاة الليل كما يقول بعض، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينادي رب العزة والجلال: الله أكبر، من يدعوني فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اغتنم الفرصة يا عبد الله، اغتنم الفرصة في شهر رمضان المبارك. لا إله إلا الله، وأكثر أيضا من النوافل، صلاة الليل من النوافل مع صلاة الليل. من يرد ملك الجنان، من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني. والله عيش الدنيا فاني يا عبد الله، عيش الدنيا فاني، لكن العيش في الدار الباقية نسأل الله كريم من فضل الجنة. اي والله الجنة هي العيشة، العيشة الباقية، العيشة الراضية، الله من فضلك في جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم، قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم، إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتشاق من فرش إلى أكفان. يا حبذا يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. والله إذا قمت يا أخي بالله بالليل أو في النهار وتفرغت لكتاب الله عز وجل، أكثرت من تلاوة القرآن، لان قلبك، خشع قلبك، اقشعر جلدك، دمعت عيناك، لا إله إلا الله، كيف لا تدمع العيون، كيف لا تخشع القلوب، كيف لا تقشعر الجلود وهي تقرأ كلام علام الغيوب الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. لا إله إلا الله، الله أكبر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أخي في الله، اقرأ القرآن وتدبر معاني القرآن، وإذا فتحت المصحف تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا فتحت المصحف يقول تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. إذا فتحت المصحف وأردت أن تقرأ تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. احذر من الشيطان، لأن البعض من الناس إذا أراد أن يقرأ وأخذ المصحف بدأ به النعاس، نسأل الله العافية، يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديني. ثم يدخل يده، يخرج السواك، لا يخرج الجوال، ثم يبدأ بالجوش. أول كان عندما أراد أن يقرأ القرآن جاءه النعاس، لكن لما أخرج الجوال بدأ من موقع إلى موقع، وضحك وهز براسه، نسأل الله العفو والعافية. وين النعاس اللي توعد القرآن؟
عالج نفسك مريضا، والله مريض قلبك مريض، لو كان قلبك صالح قلبك ما هو مريض ما حصل عندك هذا الأمر عند تلاوة القرآن. ولذلك يقول رب العزة والجلال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. احذر من هذا الشيطان يا عبد الله. يقول رب العزة والجلال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احذر من هذا العدو اللدود الذي قال عنه رب العزة والجلال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكن إذا بدأ بك النعاس انتقل من مكان إلى مكان آخر، يا إلى مكان آخر، حتى بإذن الله تسترد النشاط ويذهب النعاس. أما أنك والعياذ بالله تخرج الجوال وما تدري إلا وقد أذن المغرب، يا الله رحمك. إخواني في الله، لنحذر من هذه الدسيسة الشيطانية التي دسها علينا أعداء الإسلام في هذه التكنولوجيات التي عاش معها الصغير والكبير والحرب والرجل والمرأة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إخواني في الله، علينا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى ما دمنا في زمن الإمكان، ولنتذكر يا إخواني في الله أننا والله سوف نسأل عن هذه الأوقات. يا الله رحمك. لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل بما علم. احذر يا عبد الله، أسئلة سوف تلقى عليك، ومن الذي سوف يلقي عليك السؤال؟ الله أكبر. تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. يا الله رحمك. تذكر يا عبد الله ويا أمة الله أننا سوف نوقف بين يدي الله جل وعلا. يا رب أيقظنا من رقدات الغفلة. علينا يا أخواني في الله أن نستيقظ ما دمنا في زمن الإمكان، لا نصير العوبة بأيدي أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. كلما غزونا بشيء من هذه المصائب والمعايب نستقبلها. لا يا أخي في الله، اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا أخي، لا تستقبل هذه المصائب والمعايب. أقبل على كتاب الله، أقبل على القرآن. لا إله إلا الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، نزكي أنفسنا، نبتعد عن مجالس القيل والقال والغيبة والنميمة والسخرية وكثرة المزاح. والله إنك تحزن إذا سمعت كثير من المجالس، إذا رأيت كثير من المجالس فيها المزاح والإفراط في المزاح. يا أخي إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو تذكرنا يا أخي في الله ويا أختي في الله قول الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من هؤلاء؟
أخونا الكرام الكاتبين الذين وكلهم الله بنا يا أخي في الله يتعاقبون فينا بالليل والنهار، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احذر، احفظ صيامك يا عبد الله، بل احفظ ما دمت في زمن الإمكان، ما دمت حيا وأنت تلفظ هذه الأنفاس، احفظ وقتك، احفظ حياتك يا أخي بالله مما يخالف رب، مما يخالف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرجت من الدنيا خرجت ما شاء الله بحسنات. نعم، أما إذا خرجت من هذه الدنيا وقد تحملت الأوزار والسيئات، فبالله عليك كيف تكون الأحوال؟ اسمع خبر الرب جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أسألك بالله ويا أختي، أسألكم بالله، بأي شيء تثقل الموازين؟ هل نخرج بالعقارات؟ هل نخرج بالأموال؟ لا والله ما نخرج به، كلا نتركها خلف ظهورنا، لكن ما نخرج إلا بالأعمال. والأعمال تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون أعمال صالحة وثمرتها الحسنات، يا الله الله أكبر، وإما أن تكون أعمال سيئة خبيثة ثمرتها السيئات، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يقول رب العزة والجلال: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أخي في الله، أقبل على الله ما دمت في زمن الإمكان، ولا تؤخر، لا تقل بانتظر رمضان وأتوب وأرجع إلى الله، لا يا أخي، تب من الآن، أرجع إلى الله عز وجل. الله يقول عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إي والله، كم من إنسان يأمل آمال ولكن هيهات 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 هيهات. اسمع يا أخي في الله: تزود من التقوى، تزود من التقوى، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. زود، وكم في القرآن من آية يحثنا فيها ربنا على التزود من التقوى. الله أكبر. ومنها قوله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والله خير زاد تنتقل به من هذه الدنيا تقوى الله يا عبد الله، تقوى الله. ولذلك يقول علي رضي الله عنه في معنى التقوى: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل أو القناعة بالقليل والتزود ليوم الرحيل. أخي في الله، إذا حصلت على هذه العناصر الأربعة فأبشر بكل خير. الله أكبر. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل القرآن والسنة والرضا بالقليل أو القناعة بالقليل والتزود ليوم الرحيل. أيضا يا أخي لا ننسى هذه الأعمال الطيبة التي غفل عنها كثير من أناسها: بر الوالدين، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الفقراء والمساكين. الله أكبر. ثم لا ننسى أيضا الإكثار من ذكر الله عز وجل. إي والله، الإكثار من ذكر الله يا أخي في الله. أين نحن من هذه الآية التي نادى فيها ربنا جل وعلا المؤمنين؟ فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم نكثر أيضا من الاستغفار يا أخي في الله. الله أكبر. ثم نكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا شهر رمضان ويعيننا على القيام والصيام وعلى تلاوة القرآن وعلى التضرع بين يدي الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إن
إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين، ويا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا رب عجل بفرجك لإخواننا الذين على الحدود، اللهم عجل بفرجك لهم يا الله، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين فرحين بنصر الله. يا رب اجمعهم بأهلهم وذويهم عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الوباء عنا وعن المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجز عنا إخواننا في جامع الراجح في الرياض، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء حيث رتبوا هذه الكلمة، ونسأل الله أن يرزقنا ويوم التوفيق والسداد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد.